مرحبا، معكم جراد وخلود بالحلقة الأخيرة من بودكاست من نوفينا، من الشباب للشباب. البودكاست نظريات بتساعدنا نكتشف أدوارنا وأثرها في المجتمع. بتعرفي إنه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة طلع قرار باسمنا؟ طيب بتعرف كم دولة وافقت على هذا القرار؟ السؤال الأهم، بتعرفي مين بالأخص اللي وصى على هذا القرار؟ ممكن البعض منكم سمع عن مجلس الأمم المتحدة، المعروف إعلاميا بمجلس الأمن الدولي، المسؤول عن حفظ السلام والأمن الدوليين. أما بالنسبة للقرار اللي طلع باسمنا فهو قرار 2250 اللي بيهدف لتعزيز مشاركة الشباب في الأمن والسلام المجتمعي ضمن خمس محاور: الوقاية والحماية والمشاركة وبناء الشراكات، وأخيرا فك الارتباط وإعادة الدمج. أما عن كم عدد الدول التي وافقت على هذا القرار فببساطة كل الأعضاء، ويبلغ عددهم 15 دولة. وباعتبار أن الأردن أحد الدول الأعضاء، فصدور هالقرار كان بتوصية من ولي العهد الحسين بن عبد الله الثاني بالدرجة الأولى، استكمالاً لجهوده خلال المجلس في مناقشة دور الشباب في مجابهة التطرف العنيف وتعزيز السلام. والرابط العجيب بين بودكاست منا وفينا وقرار 2250 أنه إحنا مجموعة شباب متطوعين نشتغل في مشروع فضاء 2250 على مبادرات شبابية، ومن ضمنها بودكاست منا وفينا. فالفراش اللي رفرفت جناحها في البرازيل وعملت إعصار في أمريكا، وأصحاب العيون البنية اللي تنمروا على أصحاب العيون الزرقاء، والدور المجتمعي اللي بيفرض عليك حقوقك وواجباتك، والعقود اللي منوقعها بس ما بنعرف كيف نستخدمها، شو علاقتها بقرار 2250؟ نبدأ بنظرية الفراشة. لما نقرر نشارك بالمجتمع تخطر لنا كثير أسئلة، منها: هل أنا مهم أو مهمة؟ هل وجودي مهم؟ هل صوتي مهم؟ أو مكاني أو مشاركتي مهمة؟ الصراحة كثير مهم، وأكثر مما تتخيل. حتى مشاركة الشباب ترتبط بكثير أبعاد في الحياة، لأن الشباب هم اللبنة الأساسية للمجتمع ومصدر طاقته وقوته وعنفوانه. الشباب الفئة الأكثر تعداداً، لهيك سواء كانت مشاركتهم إيجابية أو سلبية فهي تنعكس على المجتمع بذات الطريقة، تأثير الفراشة، وبتاخذ منحنى جداً فارق. بالإضافة لهيك، فإن انعدام رغبة الشباب بالمشاركة هو بحد ذاته نوع من المشاركة، وهي المشاركة ما بتحتاج لحشد واسع ليكون تأثيرها ظاهر، على العكس فهي تحتاج فقط لانسحاب من شخص أو اثنين ثم يليهم عدد لا بأس به، أي أنه الأثر بيظهر على المدى البعيد، وبالتالي بينتج عندي مجتمع خامل وشباب قليلين التفاعل مع قدرتهم على إحداث الفارق وتحريك الأحداث من حولهم ونهوضهم بمجتمعاتهم بأفعال بسيطة. وهالنزعة بين الشباب من الامتناع عن أنه يكون إلهم تأثير لإيمانهم بعدم وجود نتائج حقيقية هو سبب رئيسي في حقيقة عدم وجود نتائج حقيقية ومرضية وذات كفاءة بالعديد من القرارات والقطاعات اللي حوالينا. على سبيل المثال الانتخابات، يلي تعتبر واحدة من أهم الأمور يلي بيحدث فيها تأثير الشباب فرق واسع، لأنها ترتبط بالحياة العامة. ولكن بالنهاية شو؟ بالنهاية العديد من الشباب إذا ما كان أغلبهم بيمتنعوا عن التصويت لعدم إيمانهم بجدوتها أو مصداقيتها. ولكن بالنظر من زاوية أخرى فهذا الامتناع يعد نوع من أنواع المشاركة، وهي مشاركة تنعكس سلباً وتدعم المزاعم يلي انوجدت بسببها. لهيك من الضروري أنه يفكر الشباب في نوع المشاركة يلي بيقدموها بمجتمعاتهم، وكيف تكون هاي المشاركة وإن كانت في أسوأ الظروف وأسوأ الاحتمالات تشكل على المدى البعيد منحنى مهم في تغيير هاي الظروف يلي نرجو أنها تتغير. المشاركة بشكل عام حق لكل مواطن، وخلق مفهوم المشاركة الفعالة واجب مهم على كل فرد بالمجتمع، لأن المشاركة الفعالة تعتبر أداة مستدامة خدمة المجتمع اللي إحنا عايشين فيه على المدى القريب والمدى البعيد لتحسن الأوضاع للراهنة. فليه ما بتتفاعل عزيزي؟ حاب تضلك عنصر خامل لمتى؟ بدنا حركة، يلا بدنا نشاط. لا سوري، شكلي تحمست بزيادة. المهم كان السؤال وما زال: ليش الشباب بيستصعبوا ممارسة المشاركة في مجتمعاتهم؟ هل الشباب عندهم مفهوم واضح حول ماهية المشاركة الفعالة؟ مشاركتنا الروحية؟
ابتسامتك في وجه أخيك صدقة، مشاركتنا الاقتصادية تقديم المعونة والصدقات، هاي برضو مشاركات تمارس بطرق أبسط وبتحقق تكافل اجتماعي عالي في المجتمع. ومش ضروري أنه تبدأ هاي الممارسات من رأس الهرم بمقاعد انتخابية أو وظائف بدوام كامل، الضروري فعلاً أن تكون هالمشاركات ذات كفاءة بأنها رح تحدث ترابط مجتمعي يؤمن بأن ما هو مفيد للمجتمع هو مفيد لأفراده كافة، وأن المنفعة عائدة على الجميع وليس على الفرد بذاته. أما بالنسبة لنظرية الدور، مثل ما بنعرف أنه كل شخص بيعمل على القرار أو يعتبر أحد أطرافه بطريقة أو بأخرى، فهو له دور واجب عليه أنه يقوم فيه، ومعرفتي أنا كمشارك بدوري تجاه القرار رح يساهم بشكل كتير كبير كيف نقلل الأعباء على الأطراف الثانية، برضو بيساهم في زيادة التفاعل حول القرار. وبالإضافة لجميع ما سبق، وبما أنه قرار 2250 عنده عدة محاور مهمة، فدوري أنا كمشارك أنه أساهم بمحاولة تطبيق هذا القرار ضمن المجتمعات اللي أنا بعيش فيها لتزيد فعاليته وتوصل رسالته المهمة للكل. ولا تنسوا تلعبوا أدواركم صح. نيجي لنظرية العيون الزرقاء والبنية، كيف أربطها بالمشاركة الشبابية في المجتمع بشكل وثيق؟ إذا شفنا العنصرية بأشكالها المنتشرة بالأردن، ممكن هذا يخلي الشباب تتردد تشارك. على سبيل المثال، العنصرية الكروية تجاه نادي معين، فإذا ما أوضحنا هذه العنصرية فإحنا هون بنعزز مشاركة الشباب بشكل أكثر في الرياضات المختلفة. فإذا شفنا أن كل الرياضات البدنية جيدة وبدون وجود تحيز فكري لهاي الرياضة، هنا منزيد مشاركة الشباب في الرياضات المختلفة اللي مش منتشرة زي الراجبي وكرة الطائرة واليد والتنس وغيرها. ولا ننسى أساس مشاركة الشباب بأي إشي داخل المجتمع هو القبول من المجتمع نفسه، فإذا شفت تمييز سلبي تجاه إشي رح تبعد عنه حتى لو كنت راغب كثير فيه أو حتى محترفه، بس لمجرد أنه في عليه تمييز. فلازم ما نخلي هذا الإشي يأثر فينا أو بميولاتنا ورغباتنا بأنه نعمل إشي بدنا إياه. وبنروح لآخر نظرية، وهي نظرية العقد. وشو علاقتها بالقرار؟ قرار 2250 بفهمنا أنه الثقافة إشي ممكن نهدمه ونرجع نبنيه مرة ثانية، ولأنه القرار بهدف لاستدامة واستمرار السلام لفترة أطول، فالتوعية القانونية بتساعد على استمرار الصمود المجتمعي فترات طويلة، فبنتجنب جرائم الاحتيال وبنحمي مجتمعاتنا من أي نزاعات ممكن تصير بسبب عدم الاتفاق الواضح والكامل في العقود. ومن خلاله بنقدر نبلش بمحاولات التغيير الاجتماعي للمجتمعات. الثقافة القانونية ممكن نبنيها ونرسخها كأساس بالدولة الحديثة. وفي النهاية الشباب هم أساس كل مجتمع، لهيك لازم نكون أكثر فئة بتقدم وبتعطي. وهيك في آخر حلقة من حلقات بودكاست منا وفينا، بتمنى تكونوا استفدتوا منا، ونحب نحكي لكم نلقاكم على خير.